بس أنا كذا لما كل شركة يكون لها نظام تشغيلها الخاص وبطاريتها الخاص وشاحنها الخاص، طب كذا يعني السيارات يعني حيكون كيف شحنها؟ يعني هذا راح يقلل أو خلينا نقول يحدد من إمكانية الشحن في أي مكان أو في أي شاحن للسيارة. والله نعم صحيح، في شاحن كومباتبل عالمي، يعني تستطيع أنك أنت تشحن من خلال هذه المحطة، لكن عملية الشحن قد تؤثر على عمر البطارية الافتراضي. نعم. دائما الآن شركة تسلا تقوم على بناء محطات خاصة فيها في سياراتها في كل البلدان في الدنيا. فعملية ليش بتقوم بهذا الأمر؟ من باب واحد، من باب استثمار، اثنين من باب حماية المنتج اللي عندها حتى لا تتم عملية المنافسة بالسوق. تتنافس الآن السيارات كلياتها على البطارية وعلى عمر البطارية وعلى كم كيلو بتمشي فيها البطارية. هذا الأساس. فعمليا تسلا لما بتقوم ببناء محطات في كل دول العالم حتى تشحن سياراتها، مش ما جاء من عبث ولا جاء من هباء، وإنما لأنهم يعلموا أسرار عملية الشحن. أي عملية تذبذب في عملية الشحن، في هبوط أو ارتفاع في عملية الفولتية، البطارية بتتلف مع الزمن. مزبوط. مع تكرار هذه الحالة البطارية بتتلف، وبالتالي أنت بدك تأخذ سمعة سيئة عن هذه البطارية وعن هذه السيارة، وبالتالي تعطي فيدباك سيء عن سمعة الشركة. من أجل بناء سمعة الشركة بطريقة صحيحة تم بناء مثل هذه المحطات، وينصح دائما استخدام المحطات يعني الأصلية للشحن للسيارة. ومن هون يعني عمليا المحطات البيتية الآن هي شاحنها أصلي، دائما لما بيركبوا لك محطة بيتية تشحن سيارتك فيها، الشاحن فيها أصلي جاي من شركة التصنيع المصنعة للسيارة. نعم. فعمليا يطول عمر البطارية، وبالتالي يعني بتكون الكلفة أقل، الكلفة التشغيلية أقل لكل كيلومتر.